السلام عليكم ومرحبا بكم في القناة خفيف طريف. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نقدم لكم واحد الطبق ديال الدجاج سهل بالجلبانه، كيجي لذيذ وبسيط وسهل مال. اذا خليكم معايا. عندي هنايا الدجاج، كل واحد القياس ديالو، ندير هاد القياس الدجاج. هنايا عندي هنايا البصله، جوج بصلات متوسطين قطعتهم. عندي القزبر والمعدنوس تقريبا جوج معلقات كبار، ما عامرينش بزاف. وعندي الجلبانه، عندي الفلفل الاسود والملحه، البزار والملحه، البزار واحد شويه، واحد نص معلقه صغيره، والملحة على حسب الذوق، ونص معلقة صغيرة ديال سكنجبير، ونص معلقة صغيرة ديال الخرقوم، والزيت، الزيت نباتية، والجلبانة. هادو هما المقادير. دابا غنجيب واحد الكوكوت فين نصب، نحجو شوية هادو. هاد الجلبانة من بعد نصب ناخذ هاد الكوكوت. بسم الله على بركة الله. غادي ندير الدجاج هو الاول. بسم الله، جربوا هاد الطبق ديال الجلبانه مع هاد الوقت موجوده. جلبانه كيجي لذيذ وسهل في التحضير، وبسيط وسهل ولذيذ وبنين، ما تشبعوش منه. درت الدجاج، دابا غادي ندير البصله. عندي هنا جوج بصلات متوسطين، وعندي ربع القزبر والمعدنوس، جوج معالق كبار ما عامرينش، يكونوش عامرين بزاف. عندي التوابل، عندي الخرقوم وسكنجبير، جربوا هذا الطبق ديال الجلبانه كيجي واعر. عندي الفلفل الاسود اللي هو البزار، والملحه على حسب الذوق. عندي هنا الزيت، كتروا شي شويه الزيت، تبغي جلبانه شويه الزيت مع الدجاج باش يجي زوين. صافي، وغادي نخلط مزيان. تخلط ليا مزيان، خلط مزيان مزيان مزيان. انا نسيت واحد، ندير شويه ديال الثومه، ندير واحد شويه ديال الثومه. يا غادي هنا نقردها هكايا غير شويه، نسيتها، ديروها. بغيتو تحكوها، بغيتو تحكوها حكوها، حيت الدجاج ضروري خصو التومة. صافي، دابا غنديرها واحد شوية تقلى ونمرقها، نمرقها بالماء يكون سخون ماشي بارد، بعد ما تقلى هانتوما شوفو تقلى ليا الدجاج. دابا غادي نمرقو
نمرقوا القياس. صافي دابا غندير له الصفاره ونسد عليه ونخليه يطيب ليا الدجاج. الدجاج راه دغيا كيطيب اي واحد شويه باش ندير جلبانه. بعد ما طاب ليا الدجاج ما حليت عليه، راه الدجاج دغيا كيطيب. شوف المريقه جات زوينه. دابا غادي نزيد هذيك جلبانه، ديك جلبانه غنزيدها، وغادي نزيد معاها واحد البطيطات حتى هما غنزيدهم. كتجي الجلبانه مع البطاطا زوينه. صافي دابا غادي نسد على بالي المرقه هي هذيك، ما نكثروش المرقه بزاف باش ما تجيش عاوتاني المرقه خفيفه، تكون شويه خاطره. صافي دابا غنسد عليها وغادي نديرو يطيب وغتشوفوا الشكل النهائي كيفاش جا الطبق ديال الجلبانه والبطاطا. هذا هو الشكل النهائي ديال هذا الطبق ديال اليوم، الجلبانه والبطاطا. الدجاج كيجي زوين، غير جربوه كما حضرته معكم، ساهل ماهل، كيجي زوين ولذيذ، غير جربوه. وزينته شويه، درت له شويه ديال الزيتون، كيجي لذيذ. انا بعدا شهيته. نتمنى يعجبكم وتجربوا ان شاء الله يا ربي، وشاركوا في القناه ديالي وتخليوا لي التعليق ديالكم واللايكات، ودعموا القناه ديالي باش ان شاء الله ندير الجديد. اذا خوتي خليكم على خير، تلقوا فيديو جديد. السلام عليكم.